السلام عليكم خويا سعيد. خويا ياسين وعليكم السلام ورحمه الله. فيديو جديد كالعاده خويا. الفيديو لهاد الشركه هادي هادي شركه غنيه عن التعريف. واخا دوزت علينا واحد العاده فالسيمانه خويا راه ماشي مشكل. شركه سامسونج اخويا كتبقى هي من احسن الشركات اللي كاين في السوق المغربي اخويا. حنا راه خدامين فيها واخا كاين واحد العاصفه هاد السيمانه. الحمد لله راه خدامين مع الكليان ديالنا اللي كاينين في كازا واللي كاينين برا كازا. راه كنصيفطوا لهم يعني الناس اللي كيعرفوا المعقول عند سعيد شوب راه كيجيو عندنا. كنشكر جميع الاصدقاء ديال الباج ديال سعيد شوب. غادي نبداو ان شاء الله بهذا الازيرو 3 كور اللي معروف السوق دابا حاليا هو اللي خدام تبارك الله. التليفون 1000 درهم ازيرو 3 كور الاخوان فيه 32 جيجا دو جيجا فلارام فيه 5000 ملي امبير في الباتري. كيبقى ب 1000 درهم كيبقى ب 1000 درهم الاخوان حيت دابا مابقاش ازيرو دو. الناس اللي كيزوروا في الازيرو دو راه مابقاش كيخرج. راه خرج واحد التليفون جديد دابا اللي هو ازيرو 3. راه غدا ان شاء الله غيكون عندنا حتى هو هذا راه ازيرو 3 كور. غدا غيكون عندنا ازيرو 3 ب 1600 درهم فيه 4 جيجا 122. كاين هذا الام 12 فيها 464 كتبقى ب 1550 درهم. وكاين الام 12 ديال 128 4 جيجا فلارام كتبقى ب 1700 درهم. وكاين الجديد ديال شركه سامسونج هو 13 فيه جوج نسخ 4 جيجا 64 كيبقى ب 1850. وكاينه ديال 428 428 كيبقى ب 2050 درهم. كاينه 22 طايه فيها جوج نسخ الاخوان. كاينه ديال 6 جيجا 128 كيبقى ب 2200 درهم. وكاينه ديال 428 جيجا كيبقى ب 2100 درهم. كاينه اتروندو 6 جيجا 32 6 جيجا 128 كتبقى ب 2450 درهم. كاين الانترون دو 6 جيجا 128 كتبقى ب 2500 درهم. كاين الانترون دو 5 جي كتبقى ب 2600 درهم فيها 6 جيجا 128 ولكن هذه راه ديال برا فيها 5 جي كتبقى ب 2600 درهم. كاين ال 23 الاخوان ديال 6 128 كتبقى ب 2500 درهم. كاين ال 52 ال 52 راه معروفه في السوق. الكاميرا فيها الكاميرا مزيانه وفيها الكرو سوبر اموليد فيها 64 ميجا بيكسل كما قلنا. كتبقى هادي ديال برا كتبقى ب 3100 درهم. كاين ال 52 اس 5 جي هادي راه كتبقى ب 3300 درهم. وكاين ال 52 ديال الشركه كتبقى ب 3150 درهم 128 8 جيجا فرام. هادي 52 اس شحال قلتي الثمن؟ هادي 3300 ديال 128. كاينه هادي 52 اس 256 جيجا 8 جيجا فرام كتبقى ب 4000 درهم. وكاينه 53 اللي ناد عليه الصداع في السوق صراحه. هذا 53 هذا ما بغيناش كاع حنا نخدموا فيه يعني ماشي زعما بغينا نربحوا بزاف ولكن الثمن ديال الاخوان هذا راه الثمن ما مسلكش راه كيبقى ب 4000 درهم بوحدو ما معاه لا راس لا والو. عندنا في المحل ديالنا ب 4000 درهم حنا راه كناخذوا تقريبا ماشي 3920 درهم يعني انا ما مسلكنيش باش نبيعوا لك 3950 ولا باش نعطيك الراس من عندي راه ما مسلكش الاخوان ما كنضيعش راسي. كاينه اس 22 الترا كتبقى ب 12300 درهم. هذه هي الاخر في سامسونج تليفون راه بعنا فيه ماشي بعنا فيه مزيان في المحل ديالنا. كنشكر جميع الناس اللي خدموا من عندنا. هذا الفيديو شحال واحد غنقول لك ستي بالثمن يعني الثمن بزاف الاخوان. حنا راه كنبيعوا الثمن معقول الثمن معقول يعني الثمن اللي كاين في السوق ما كنقصوش باش نخسروا السوق وما كنزيدوش. الثمن معقول اللي كاين في السوق باش كيبيعوا جميع الحرايفيه الحقيقيين في السوق داكشي باش كنبيعوا حتى حنا. كنشكر جميع المغاربه كما قلت. مرحبا بك اخويا ياسين. رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربه ان شاء الله.